سؤال، هو من الأفضل اللي يكتب بإيده اليسرى لو اللي يكتب بإيده اليمنى؟ أنت تعرف أنه 10% من سكان كوكب الكرة الأرضية كلها يكتبون بإيدهم اليسرى، أما 90% واللي واحد أنا من عندهم يكتبون بإيدهم اليمين. ولازم تعرفون أنه الدماغ مات الإنسان ينقسم إلى نصفين، النصف الأيمن والنصف الأيسر. الفص الأيمن من دماغ الإنسان مسؤول على من؟ مسؤول على الفن، ومسؤول عن الموسيقى، ومسؤول عن الإبداع، وعن الخيال، وعن الحدث، وعن الفراسة. الفص الأيسر أنه يتمتع بهاي الشغلات، أول شيء التفكير، واثنين التحليل، وثلاثة المنطق، وأربعة اللغة، وخمسة التحليل والعلوم والرياضيات. في يمك أنه الفص الأيسر من الدماغ يتحكم بالفص الأيمن ويتحكم ب80% من جسم الإنسان. ونقطة مهمة ولازم تعرفونها أنه الجانب الأيمن من الدماغ مسؤول عن الجانب الأيسر والعكس هو الصحيح. أما الأشخاص اللي يستخدمون إيدهم اليسار ويستخدمون رجلهم اليسار من ضمنهم ميسي فيه أوباما، أبحاث والدراسات العلمية أنه الأشخاص اللي يكتبون بإيدهم اليسرى يتمتعون بذكاء بنسبة 80% عن الأشخاص اللي يكتبون بإيدهم اليمين.